السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. ازيك يا ارفع صوتك. بقول لك لو سمحت بحكم تشكيلة الكورة والهزار فيها وكده. حكم ايه؟ تشجيع فرق الكورة والهزار. هذا سفه. تشجيع فرق الكورة سفه. لكن في حرمانية يا شيخ؟ لا، قلة يعني حرص على ما لا ينفع. والنبي يقول احرص على ما ينفعك. الله يسلمك. انا اسالك سؤالا، هل تشجيع اي فريق ينفعك في الدين او الدنيا؟ لا، لك على باب التسليه. تسليه، ضاعت اوقات الناس في التسليه والعصبيه الجاهليه، ويشتمون بعضا ويسبون بعضا ويسبون اللاعبين، يعني اصبحت تاخذ مكانا في القلب. اولى لك كمسلم ان تملا قلبك بذكر الله وحب الله ورسوله. الله يبارك فيكم.